حتى إن هذه الدنيا تولع بها، حتى من ينتسب إلى العلم والدعوة، حتى إن بعضهم ربما أنه يتنازل عن شيء من دينه من أجل هذه الدنيا، وكأني بمقولة مالك بن دينار لما قال في حلية الأولياء لأبي نعيم أحمد الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء، قال مالك بن دينار: اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء. السحارة هي الدنيا، لم يقل الساحرة، وإنما قال السحارة بصيغة مبالغة، فإذا كانت تسحر قلوب العلماء فكيف بمن سواهم؟